وعلى السيد عادل سعيد الحاضر للطفل القاصر عنتر صامولة عنتر تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتمكين رؤية صامولة لابنه عنتر في أي مكان، صحرا كان أو بستان. يعني كده بقى يعني ممكن ينطلنا في أي وقت عشان يشوف الولد؟ عادل ارفع عليه قضية انت كمان. ولا لا ها؟ برافو يا عنتي، ارفع عليه قضية عدم تمكين للرؤية الشرعية. انا محدش يرفع عليا على ابويا، هي رؤية العيد ولا ايه؟ عادل صامولة ده مش المفروض تسكت له ابدا. اجر له 15 بلطجي مدفوعين الاجر، واضربوا حتة علقة سخنة عشان يتعلم يحترمك. لا لا لا، بقول لك ايه يا ابله سناء، ما تنسيش برضو ده مهما كان يبقى ابو عنتر ابني. اخرسي، ايه البدله اللي بقيتي فيها دي؟ يا بابا مش انا قلت لك بس من الاول انه بابا لازم يشوفه دايما؟ وبعدين هو انت يعني لازم تستنى لغايه لما الموضوع يبقى غصب عنك؟ بنت ياسمين ما تسخننيش، انا ممكن ما نفذش حكم المحكمه واتحبس. امال هتعمل ايه يا بيبي؟ اذا كان الحكم ويجب التنفيذ الفوري السريع. ها انا هتصرف. وعلى عيني حال. انت العب هنا انا العب، دي بتاعتي ودي بتاعتك. حاضر. استنى استنى. الو الواد صامولة، الواد صامولة، اقول له ايه؟ هات التليفون، هات التليفون. حاضر حاضر. قفلت ليه؟ انت بتقول لي هات التليفون؟ هات التليفون مفتوح. العب لك عقبال ما اتكلم. لا ما تلعبش، ما تلعبش. العب لك. لا مش هغش. الو يا صامولة، اخبارك ايه يا سيدي؟ ما انا خدت الواد عنتر وطلعنا على الجنينه اللي في اول فيصل زي ما اتفقنا. الواد يا سيدي قال لي عايز يروح الحديقه بتاعه الطفل اللي في مدينه نصر، فاحنا دلوقتي في مدينه نصر. في مدينه نصر، تعال لنا على هناك. يلا مستنيين. سلام. استنى استنى، دول في فايبريشن. الو مين؟ الواد صامولة، الواد صامولة. ما تقفلش ما تقفلش التليفون. هات ماشي. اهو معاك، بس بسرعه يا دول بسرعه. الو العب لك، مش هغش. الو يا صامولة، لا اصل الواد ابنك قال انا عايز اكل حمصيه وسمسميه. حمصيه وسمسميه اخدته على طنطا، احنا دلوقتي في طنطا وهو قاعد بيقرمش فيها، تعال لنا على طنطا. دول هو ايه ده؟ ده عسكري. دول هو مفيش ضباط في الشطرنج؟ لا الضباط في القسم. بيعملوا ايه دول في القسم؟ مستنيينك يا رمزي. الو يا صامولة، لا لا، انت ايه اللي وداك يا ابني طنطا يا ابني؟ لا احنا عم رحنا، فالواد ابنك قال انا نفسي اكل سمك مكرونه، فروحنا بقى ايه في الحلقه اللي هي بتاعه السمك اللي في اسكندريه. احنا دلوقتي في نص الحلقه، تعالى بقى بسرعه قبل ما الحلقه تخلص. ده ايه ده؟ دول ده الحصان. انا عايز العب بقى. دول كفايه لعب بقى النهارده، تعبنا تعبنا لعب النهارده. تيجي نلعب كره بره؟ ايه يا صامولة، ايه مالك يا ابني؟ شكلك كانك مضروب ليه؟ يا ريتني اتضربت، خدت بوكسين في وشي ولا دوخت ولا وقعت. لما لف الكره الارضيه كلها ليه؟ اسكندريه رحت، اسوان رحت، مرسى مطروح رحت، ونزلت الميه ودورت على ابني، غيرت 8 صفايح جاز، وشربت 9 كنز، وجبت علبتين سجاير واتفضل 2 جنيه، جبت بيهم كراميله. كراميله خلصت، انا عايز اشوف ابني. بص بقى، عايز تشوف ابنك؟ هتشوفه بالمواصفات اللي احنا بنقول عليها في المكان اللي انا حدده. لا! انا هشوف ابني وهشوفه في الحته اللي انا عايزها.